خد معاك ابو النجا وعابد، طلعوا المستجاب الحوش الكميه اللي طالبها. التسليم يا عمي، مين هيقوم بيه؟ انت ومعاك مرعي وبداوي. محدش من الرجال يعرف اي حاجه غير قبل التنفيذ بدقايق. واطلع ارتاح لحد المغرب، لان ليلك هيبقى طويل. ربنا يعيننا يا عمي. صلاح ما جابش اخبار؟ صلاح مش هيغلب يدعبس لحد ما يعرف البلاغ اللي جه لضابط عصام جه منين. انا ما اعرفش عصام ده طلع من انهي داهي، باين عليه مش هجيبها البر يا عمي. مالك متكدر منه ليه؟ ده راجل مش هيجيلنا من وراه الا كل خير. ده هو السبب في بيعه الليله دي. انا كارهه من يوم اللي حصل في طريق الواحات. انسى حكايه الواحات دي، هنجيب قرارها بعدين. طيب اقوم انا اريح جتتي عشان اقدر استحمل الليله الطويله بالاذن يا عمي. قول للرجاله اني طالع بعد ساعه، خليهم يجهزوا العربيات. اوامرك يا عمي. يلا. استنى شفيق، استنى يا ولد، انا عايزك. خير يا ابوي؟ انا هديك كم يوم راحه من الشغل عشان تتعدل، ترجع تمسك روحك من جديد. انا زين يا ابوي، ما فيهاش حاجه. اسمع يا ولد، يوم ما هحس ان ولدي الوحيد طالع خرق ههد كل اللي بنيته واطلع اعيش برا البلد ملك بفلوسي. وايه لازمه الحديد ده يا ابوي؟ مش انت ما تعرفش النعيم اللي انتوا عايشين فيه ده حصل كيف؟ انا شقيت وعشت سنين جوا الخطر عشان تبقوا في النعيم اللي انتوا فيه ده. يا ابوي انا بس عايز اقول ما لك ما تفتحش خاشمك غير ما اخلص حديتي كله. فكرك انا ما عارفش ايه اللي قالب كيانك. اقول لك يا بيه، قلبك الرهيف ما استحملش يشوف واحد خاين بيتنفس فيه القانون. لا يا ابوي، كل الحكايه ان وجدي كان صاحبك وعزيز عليك، لكن لازم تعرف اللي بيحكمنا هنا قانون، اللي بيخالفه عارف مصيره ايه. القانون ده نفسه هيتنفذ عليك لو انت خالفته. هترتاح يومين، عايزك تفرس كل الرجاله خصوصا اللي بيحرسوك. عايز اوصل لسبب اللي حصل في طريق الوحات. اسمعني زين يا شفيق، نفذ حديثي بالحرف. ما انا قلت لقبل سابق يا بنت الناس، انا ببعد عن الشر واغنيله. اي مشكله بقابلها بحلها بالعقل. ازاي يجي على بالك ان انا اعمل العمله السوداء دي؟ تفهمتني غلط يا طلع، انا مصدقاك لاني عارفاك كويس. لا يا شاب، انت لازمك وقت عشان تعرفيني زين. ارسى عليك، احنا صحيح عرفنا بعض قريب، بس انا حاسه اني اعرفك من زمان، يمكن حتى من قبل ما اتولد. كل الحكايه بس ان انا خفت لا يكون عطا جر شكلك ولا حاجه ومترددت عليه، لكن اول ما قلت لي ان ده ما حصلش انا صدقتك على طول. ما كانش له لازمه عمك روزي جد معاد لعاطف نفس الليله اللي هيجابني فيها. عم روزي كان عايز يخلص من زن، ما كانش في حد ممكن يعمل ده غير اخوه مرزوق الكبير. المهم دلوقتي اني اطمنت عليك. اما نمت امبارح طول الليل يا طلع، كنت خايفه اكون اتسببت في اي اذيه ليك. استحمل اي حاجة عشانك يا شاب. يعني الحمد لله رقت دلوقتي؟ رقت. انت البصة في عينيك تروق المزعبب زعبيب يا شاب. تروق مين؟ ده من مزعبب زعبيب. يعني المتعكر يا شاب. انت ما بتفهميش عربي يا بتنتين؟ لا، لو العربي بالشكل ده يبقى انا ما بفهمش. ضحكتك بتنور العالم كله. شاب انا هروح لعم رزيق ونخلص موضوعنا. ما تتعبش نفسك، هو قال لي انه هيعدي عليك بعد الظهر ويشرب معاك الشاي. سلام. يشرب ويأنس. يعني انا استناه في الكشك؟ وتنسى اللي حصل خالص امبارح. عطى سكك ومش سليم، واللي بيكرهوه كتير ممكن يكون اي واحد فيهم هو اللي عمل معاك كده. نسيت يا شاب، انا نسيت اللي حصل خلاص. يلا بينا. ايه ده، استنى، رايح فين؟ انت مش هتجيب لي الجيلاطه ولا ايه؟ يا غباوتك يا طلعت، ثواني تكون الجلاط عندك. يا جلاط. مش عاوزك تتأخر يا طلعت، في زباين كتير سألت عليك.
معلش كنا بنشتري بضاعة جديدة، ربنا يبارك لنا فيها. ربنا يزيدك كمان وكمان ويرزقك من حيث لا تحتسب. فرشتك فين؟ ما انت عارف الظابط حمدي ورزلته، وانا بيني وبينك يا طلعت مش حملة زيته. الحكاية دي عايزين نشوف لها صرفة. ما تشغلش بالك بيا، ربك بيرزقك من عنده، ربنا كريم. ونعم بالله، هنقول ايه؟ ما هي الجنة للناس الطيبين. خد يا جنيدي، خد يا واد عمي، هات شاي وشوف طلبات عمك السني. انا في طلعه. شكرين يا واد عمي. معلش معلش، تسلم ايدك. ربنا يخليك. ايه الحكايه؟ طمنا. لا اطمن، الدكتور بيقول ان الارتجاج اللي حصل عنده خفيف قوي، ممكن على بالليل يخرج ويبقى زي الفل، المهم ان هو يرتاح وما تعبش نفسه يومين ثلاثه على الاقل. لا ان شاء الله نريحه بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. سلامتك يا وحش، نشفت دمنا. انا مش فاهم ايه اللي حصل يا زياد. لا انت ما تفكرش باي حاجه ولا تشغل بالك بالموضوع ده، العمل العامله دي هنجيبه، انا هنجيبه. المهم هو اللي عطى، انت اتعاركت مع حد قريب؟ ازاي احنا بنشتغل في وسط اللبش كله، انا نص اللي اعرفهم مجرمين والنص التاني سوابق. الله يحفظك، حد وانت تعبان بتنجد. الف سلام عليك يا سعاد. كنت فين يا؟ في السوق. شفته يا عمرو زيد؟ ها هو؟ هو شفته بعينك؟ اتاكدت منه؟ بقول لك هو اللي انا شفته بيجري قدامي امبارح يا سورو زيد، انا مش هنتوه عنه. انتوا بتتكلموا عن مين؟ اصل بصراحة عطا يعني جرى ايه؟ ما تتكلم يا روزي ما تتعبنيش. اصله بصريح العبارة كده، الواد اللي اسمه طلعت جه طلب ايد شامة مني امبارح. انا قلت بقى لازم اقعده مع اخويا مرزوق الكبير. اخويا مرزوق الكبير ده هو اللي يقدر يهدده ويبعده عن شامة، لانه واكل دماغك على الاخر. اديته ميعاد علشان يقابل اخويا واخلص منه واجيلك، لكن نعمل ايه؟ اتأخر وما جاش. وبعدين؟ وبعدين انا شفته معدي من قدام، انا واقف عند التبه، كان ماشي بيمد، ما كنتش اعرفه، رحت السوق واتحققت منه، وبين عليه هو اللي عاملها معاك يا سعاده. قلت لك يا عطا بلاش تجر الشكل مع الواد اللي اسمه طلعت ده واد بحر وغويط. لا واحده واحده بقى كده وفهمني ايه الحكايه بالظبط. الف سلام عليك يا سعاده، ان شاء الله عدوينك. الحمد لله انك بخير اهو زي الفل. طب استاذن انا بقى. انت رايح فين؟ لا مشوار كده ربع ساعة وراجع على طول. انت جبت الحديث الماسك ده منين؟ من واحد صاحب عطا. انت تعرف عطا واصحابه ده منين؟ مش ده المهم دلوقتي، المهم ان الاخبار دي وصلتني. الناس دول داخل في دماغهم ان انت اللي ضربت عطا. اضربه ليه؟ وكيف؟ خليه يحلف على المصحف ان انا اللي ضربته. هو ما شافش اللي ضرب، لكن واحد من اصحابه بيقول انه شافه. يقول اللي يقولوه، انا في السليم يا واد عمي، يدي ما اتمددش على بجصه ده. المهم انك تثبت الكلام ده. اثبت كيف يا عبد السلام؟ بقول لك ما فيش ما بيني وما بينه حاجه. لا في حكايه شامه، انت ما قلتليش ان الجدع ده كان متكلم عليها، يعني في سبب تعادوا بعض علشان؟ عبد السلام انت عارفني زين. انا عارفك، لكن هم لا. يعني ايه المطلوب دلوقتي؟ المطلوب انك تخلص شغلك وتقفل كشكك وتيجي معايا. اجي معاك على فين؟ هنزور عطف الاستباليه. انت مجنون يا جدع انت، ازوره ليه؟ بعدين انا اعرفه منين عشان ازوره؟ يا سيدي مش مهم بتعرفه، زياره المريض صدقه. عبد السلام انت بتركدني الغلط. بالعكس، انا بمنع عنك الشر لما تروح له وتقول له انا سمعت باللي حصل وانك راجل ولا يمكن تضرب حد من ورا ظهره، يبقى كده كانك بتحق نفسك ليه. احق نفسي ليه يا عبد السلام؟ يا عم صدقني واسمع كلامي بقى المره دي. انا عارف انك راجل في حالك، لكن دول هم اللي بدعوا اللبش. صدقني ولين دماغك الصعيدي دي.